سلام عليكم ليكيب، اليوم جبت لكم افضل الافلام الحربيه اللي تقدروا تشوفوها. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم في هذا الفيديو وتابوني في لاشين ديالنا، رانا قريب 20000 متابع، مرحبا بكم. بون، نبداو بالفيلم الاول اللي اسمه دوول، فيه ساعه و30 دقيقه من تمثيل جون سينا، ارون تايلور، وكاين بزاف ممثلين واحد اخرين معروفين. وتدور احداث الفيلم حول جنديان امريكيان عندهم مهاره كبيره ودقه في التصويب، يحاصران في مواجهة مميتة مع قناص عراقي خلال تقصيهما لموقع خط أنابيب في الصحراء. وتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 8 من 10. الفيلم الدوزيام اللي اسمه The King فيه زوج سوايع و20 دقيقة من بطولة تيموتي وروبرت باتنسون، ويقدم الفيلم معالجة جديدة ومختلفة لمسرحية الكاتب البريطاني الشهير ويليام شكسبير، واللي تحكي على الأمير هول اللي يتولى أمور الملك ويحاول التعامل مع الحرب التي خلفها والده الملك الراحل. وتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 8.5 من 10. نروح للفيلم تروازيام اللي اسمه جادوتفيل، فيه ساعة و48 دقيقة من بطولة جيمي دورنان. وتدور أحداث الفيلم في قالب حربي حين يقود القائد الإيرلندي بات كوينلان فصيل عسكري من الجيش في الحرب ضد القوات الفرنسية والبلجيكية بالكونغو في عام 1960. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 8.5 من 10. اللي شاف واحد من هاد لي فيلم يمد لنا رايو فيهم في لي كومونتير، واذا راكم حابين نديروا فيديوهات واحده اخرى خليو لنا العناوين ديالكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا جيم وتابونيو وتاكتيفيو لا كلوش باش يلحقكم لي فيديو جدد ان شاء الله. سلام.